الفيزا اللي بتدخلك 28 دولة وبتسهل لك انك تتحرك ما بينهم بسهولة جدا وتعتبر حلم لناس كتير وتعتبر معقدة لناس تانية كتير. فيزا الشنجن انت ازاي تاخدها وايه هي الشروط اللي محتاج تاخدها؟ انا هقول لكم تجربتي انا خدتها ازاي وايه هي الشروط واسهل سفارة بتسهل انت تاخد الفيزا دي. الفيزا احنا مش رايحين نطلع نسافر سياحة ولا كلام ده، الناس اللي عايز تطلع سياحة تطلع سياحة، بس هي ممكن فيزا تاخدها على حسب مدة السفر 6 شهور او شهر او سنة على حسب انت ورقك اللي مقدمه، بس هي في النهاية انت لو خدت 6 شهور لك هتتخيل 6 شهور في اوروبا. يعني انا مش هقول ان احنا نروح نتفسح او سياحة، لكن هقول لك ان احنا رايحين نعمل شغل. يلا اقول لكم ايه التفاصيل. اول حاجه بس سبسكرايب للقناه وشغل الجرس وتفاعل، عجبك الفيديو استفدت او ما استفدتش او عندك ملحوظه ضيفها في تعليق. اول سفاره انا بعتبرها اسهل سفاره عن تجربه شخصيه مني وعن تجارب شخصيه لناس تانية كتير، انا هحكي لكم عن تجربتي وتجارب الناس اللي حواليا، هي سفاره اسبانيا. اسبانيا هي مش معقدة زي سفارات تانية زي المانيا او السويد او فنلندا، يعني هي انا بحس انها بتسهل الامور وما بتطلبش طلبات معقدة، هي بتطلب الطلبات الاساسية. اسبانيا بنسبة كبيرة جدا من اللي قدموا حواليا ليها خدوها. انا قدمت مرتين، قدمت مرة في مصر، قدمت مرة في روسيا. اول مرة خدتها 6 شهور من مصر، تاني مرة خدتها سنة من روسيا، وده في حد ذاته ان انت تاخد سنة بتتمخطر كده في دول الاتحاد الاوروبي، فده رزق. احنا مش بنقول احنا بنسافر سياح، احنا بنسافر نشوف ناس ونعمل علاقات علشان نشتغل، علشان نشوف حاجة تفتح لنا مستقبل. طول ما انت قاعد وقافل على نفسك، طول ما انت بتضيع عليك فرص كتير، السفر بتفتح لك حاجات كتير. طيب ايه هي الشروط؟ هكلمكم تاني مرة عن تجربتي وتجارب اللي حواليا، لان انا تجربتي هي نتيجة تجارب الناس، الناس قالوا لي، فانا بقول لكم يعني يا رب الناس كلها تستفيد. اول حاجة طبعا انت الباسبور بتاعك لازم يبقى ساري، الباسبور بتاعك لازم يبقى فيه 6 شهور، يعني متروحش تقدم بباسبور خلاص قرب ان هو ينتهي فاضل في شهرين او 3، ده بيترفض طبعا. تاني حاجة هاتلك صورتين كويسين ليك، صورتين شخصيتين بس يكونوا جداد، يعني ما تجيبش صور ليك قديمة من سنة او سنتين، صورتين جداد وبلاش والنبي جو الفوتوشوب اللي في الصور اللي بتغير الملامح، الحاجات دي بتترفض تماما. تالت حاجة عشان بس الطلبات كتير وخلي الناس تكتب بس، انت بتحتاج تنزل الابليكيشن من على موقع السفارة اللي هتملاه، ابليكيشن ان انت تقدم على الفيزا. ابليكيشن الفيزا بتكتب فيه انت عايز تسافر امتى، اهم حاجة انك تحدد مدة سفرك، انت هتسافر امتى من والى، هتقيم فين، حجز طيرانك، حجز طيرانك هتقيم فين هقولها لك التفاصيل بعد كده. قيمة الابليكيشن تقريبا بتبقى حوالي 60 يورو، بتملى الابليكيشن، اهم حاجة في ملي الابليكيشن بتاعك هي الدقة، هو ده اللي بيميز حد عن حد. انا كل نقطة بجاوب عليها، كل سؤال، انا لما بيقول لي انت دلوقتي انت مسافر اسبانيا، جميل انا مسافر اسبانيا هقضي 3 ايام في اسبانيا وهسافر بعد كده هطلع على المانيا هقعد اسبوع وبعد كده هطلع على فرنسا هقعد اسبوع تاني، انت في تحركات هتعملها جوه دول الاتحاد الاوروبي اذكرها عشان ده مفيد ليك لو جيت تقدم بعد كده انك تقدر تاخدها بسهولة، مش انت تبقى خلفت اللي انت كاتبه. فاكتب كل حاجة بس ما تخشش في تفاصيل التفاصيل، يعني انا هقضي ليلة في مدينة كذا في المانيا وليلة في مدينة كذا في بون في المانيا وهقضي ليلة كذا في برشلونة، يعني بلاش التفاصيل المملة عشان ما تسحلش موظف السفارة ويمل منك، هو التفاصيل العامة تمام. نقطة الحجز الطيران وحجز الفندق، انت لما تيجي تحجز انت لازم، انت قلت هتسافر مثلا، احنا دلوقتي انا بسجل الفيديو ده في 31/12/2019، انا اهم حاجة لما تيجي تقدم الابليكيشن بتاعك ما تقدمش قبل 90 يوم، يعني حاول قدر الامكان قبل ما تسافر بشهر شهرين، لكن قبل بثلاث شهور مش هيتقبل. فانا دلوقتي في 31/12/2019، انا هسافر في 1 فبراير 2020، انا دلوقتي انا بقدم قبلها بشهر، ده ممتاز. طيب انا لازم اقدم حجز طيران ان انا هسافر من 1 فبراير 2020 وهرجع مثلا 25 فبراير
2020 يعني هقعد 25 يوم يعني تقريبا حوالي 3 اسابيع وكم يوم. حجز الطيران ده بيتعمل ازاي؟ حجز الطيران يا اما تروح لشركه طيران تحجز لك، بس في حاجه اسمها حجز فري كانسليشن، ان انت تقدر تلغي الحجز ده بدون فلوس، او انت ممكن تحجز من على النت في خطوط مثلا زي الخطوط التركيه، وفيك انك تقدر تحجز من عليها وتلغي الحجز بدون دفع. يعني انت بتحجز وبتاخد برنت ان انت طبعت حجز عشان تحطه في الورق بتاعك اللي بتقدمه للسفاره، وما بتدفعش حاجه. نفس الشيء انت بتحجز من على بوكينج، ان انت هتقيم 3 ليالي او اسبوع او اسبوعين في فندق كذا في مدريد بدون دفع. انا بس باخد برنت ان انا حجزت بدون دفع. هو بتاع موظف السفاره ما عارفش انت دافع ولا مش دافع، بس هو في النهايه انت بتحجز ورق. انا حجزت طيران وحجزت فندق، في النهايه انا مش دافع حاجه، سواء سافرت او ما سافرتش، سواء خدت الفيزا او ما خدتش الفيزا. وفي شركات سياحه بتسهل كل الحاجات دي، بس انا بقول لك عشان ما تروحش تدفع في شركات سياحه، الحاجات دي بتتعمل ببلاش على النت، انت وانت قاعد ممكن تحجز. النقطة اللي بعد كده هي التأمين الطبي. انت محتاج تأمين طبي يغطي رحلة سفرك. في شركات برضو في مصر في اي دولة بتديك تأمين طبي، تقريبا بيبقى حوالي 30 يورو. التأمين الطبي ده بيغطي سفريتك. انت مسافر دلوقتي 25 يوم، فهو يغطي انت لو حصل لك اي مرض، حصل لك اي مشكلة، ان هم يقدروا يعالجوك في الفترة دي، فلازم يبقى في ورق التأمين الطبي موجود. نروح للنقطة اللي بعد كده، هي فكرة ان انت محتاج خطاب من العمل لان انت مسافر، او خطاب يثبت ان انت شغال في مصر او في اي دولة، يعني حاجة تثبت ان انت شغال. طيب بيبقى الخطاب ده مكتوب في ايه؟ متوجه للسفارة، ان الشخص ده شغال في المكان ده بمرتب كذا. طب انا مش شغال، انا راجل عندي بيزنس خاص ليا، عندي محل، عندي بتاع. بيجيب السجل التجاري بتاعك او الشهادة الضريبية ان انت عندك مشروع كذا. طيب انا طالب مثلا، بتجيب قيد من الجامعة ان انت طالب، او قيد من المدرسة ان انت طالب. كل الورق ده ليه؟ هما بيحتاجوه علشان بيضمنوا ان انت ليك حاجة في مصر. الحاجة في مصر دي مش هتخليك انك تروح هناك وتهرب، انك ملتزم بحاجة بشغل او اي شيء، ما فيش عندك مبرر ان انت تهرب. فده بيدي ثقة ما بينك وما بين موظف السفارة. نقطة تانية هو كشف حساب لآخر معاملات ليك في 6 شهور في البنك. كشف الحساب ده انت مضطر انك تروح حسابك في البنك، بيجيب ورقة معاملات ايه هي الفلوس اللي اتحطت لك وايه الفلوس اللي انت خدتها في اخر 6 شهور. طيب ايه هو المعدل اللي انت محتاجه؟ مثلا لو انا هسافر اسبوعين، لو انت هتسافر اسبوعين محتاج حوالي يعني 1000 يورو، 1200 يورو يكونوا في حسابك، يعني بالمصري كده حوالي 25000 جنيه. طيب كل ما يبقى ازيد كل ما يبقى افضل طبعا. انا هحكي لكم تجربتي. انا في النهايه انا كنت بجيب، يعني خليت ناس تحول لي قبل بشهر كده، تحول لي فلوس على حسابي عشان يبقى عندي مبلغ اكبر، عشان يسهل فرصتي اكبر. وفي النهايه بعد ما بقدم، لما باخد كشف الحساب برجع الفلوس للناس صحابها. يعني هي في النهايه كل لما بيبقى عندك كشف حساب اعلى، معاك فلوس في البنك اعلى، فده في حد ذاته بيدعمك ان انت راجل معاك فلوس، انت مش رايح يعني مش هتعرف تصرف على نفسك في السفريه. بعد كده بتجمع الورق ده كله اللي احنا قلنا عليه، جمعوه في فايل محترم، وبتاخد ميعاد مع السفاره. معظم السفارات يعني مثلا اسبانيا، انا هقول لكم عن اسبانيا، ما بتروحش تقدم في السفاره نفسها، في مكتب تابع للسفاره او القنصليه هو اللي انت بتقدم فيه عشان تاخد الفيزا، لان هم دلوقتي بقوا بيتعاملوا مع مكتب. المكتب ده هو اللي بيخلص كل حاجه، عشان هم مش عايزين يحتكوا مع المواطنين، هو يحتك مع مكتب افضل ما يحتك مع مواطن. فبتاخد الورق ده كله وتروح تقدمه فين؟ في المكتب. بتاخد ميعاد من قبلها طبعا، انا اخد ميعاد من الساعه كذا للساعه كذا في يوم كذا، اروح اقدم الورق ده. قدمت الورق، ورقك لو كامل اعرف ان انت ان شاء الله بنسبه 90% هتاخدها. اسبانيا ميزتها انها بتدي اقل حاجه 6 شهور. في لو رحت مثلا تقدم من المانيا هيسحلك، من سفاره المانيا هيسحلك طلبات، رحت تقدم من فرنسا هيسحلك طلبات. انا ليه بقول اسبانيا؟ عن تجربه، وتجربه ناس كتير، هي سهله
ان انت تاخد الفيزا وتاخد مده طويله. يعني انا لو انا مسافر اسبوعين ممكن اي سفاره تانية تديك اسبوعين بس، لكن انت دلوقتي مسافر من اسبانيا ممكن تاخد 6 شهور. في 6 شهور تسافر وترجع وتسافر وترجع، خلاص معاك 6 شهور في الاتحاد الاوروبي، ده ميزه. في الفيديو اللي جاي هقول لكم عن تفاصيل تانية ممكن تعملها وانت في دول الشنجن تفيدك، مش مجرد سياحة، هتفيدك وتعمل شغل. شوف الفيديو اللي جاي، واهم حاجة سبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير يا اهل الخير.